حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، قال: سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول: اصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس قال وقال اخرون حرمها البته وسالت سعيد بن جبير فقال حرمها البته